السيارات منها من ورثها عن أهله ومنها من اشتراها وقام بصيانتها. وفي هذا الإطار هذا أود أن أحيي وأشكر بحرارة السواعد الخفية التي تساعدنا في ترميم هذه السيارات، مثل الميكانيكيين والطولوري الطابيسري التريسيان ميكانيسيان البنوات وغيرهم. هاد الناس أولا فاحنا كنخلقوا مناصب شغل، ثانيا كيساعدونا في إخراج هذه التحف إلى الشارع على شكل لوحة تتجول. وإذا كان الناس عادة يذهبون إلى المتاحف يقصدون المتاحف ويقتنون تذكرة الدخول لمشاهدة اللقى والتحف داخل المتحف، فنحن نشكل متحفا متنقل، فنحن من نقصد الفضاءات والشوارع، فنحن من يستفز الجمهور في عقر داره ونجعله يتابع هذه السيارات وهذه التحف ويستمتع بها، وكذلك نحن نستمتع بحضوره وبالصور التي يلتقطها ويقوم بتقاسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم. لأن الفخر والاعتزاز أن نقوم بتمرير هذا الخطاب عبر العالم لنبين ما تزخر به بلادنا من معالم ومآثر وتحف تاريخية. عندما نخرج بالسيارات الكلاسيكية التي تختلف في أشكالها وفي الديزاين ديالها والألوان ديالها، فهي مثيرة للانتباه. يمكن تمرير أي خطاب أردت أن تبلغ من خلال هذه السيارات. ارتأينا أن نعرف بما تزخر به العاصمة المملكة من معالم عمرانية وأثرية كشلة، لودايا، الضريح، شارع محمد الخامس وغيره من المعالم التي تتواجد بالمملكة. كنجيبوا الناس من مختلف المدن لكي يشاهدوا التطور الذي شهدته العاصمة المملكة بعد الخطة التي أعطى سيدنا الانطلاقة ديالها سنة 2014 لجعل الرباط عاصمة الأنوار، وفعلا أصبحت عاصمة الأنوار. كتشوفوا التقدم، كتشوفوا الاخضرار في كل مكان، الشوارع التي أصبحت منظمة ما شاء الله. مزيدا من التألق الشكر والتقدير لكم ولجميع الحضور للسلطات المحلية، وإلى فرصة قادمة. هذه السيارات واش تم تعديلها؟ كانوا عند الناس واش بقاو من الأجداد؟ بحال هكا تكلمنا شوية على هذه السيارات. هاد نقطة تتجرني للحديث عن دور الذي يقوم به هؤلاء أي عشاق ومالكي هذه السيارات. هاد العشاق كيساهموا أولا في إعادة ترميم السيارات المهملة في بعض الأماكن، كان نقوم بترميمها وإعادتها إلى الطرقات وإلى المتاحف. فهناك عدة متاحف الآن في المغرب، نذكر متحف ديال الجامعة اللي موجود بوسكورة، متحف السي لوكيلي في الناظور، متحف السي بوعزيز بفاس، متحف أيضا بأكادير للسي أحمد الغدير، ومجموعة من المتاحف. جينا من الدار البيضاء باش نحتفلوا بالذكرى ديال المسيرة ديال 49، ذكرى 49 ديال المسيرة، وجينا تقريبا واحد حوالي 49 سيارة، لان كاين المناسبه ديال 49، حاولنا باش نجيبوا 49 سياره من جميع انحاء ديال الدار البيضاء. السياره هذه من نوع سيتروين تراكسيون ديال 1948، هذه تقريبا واحد 4 سنين ولا 5 سنين وهي عندي، وكنحاولوا باش نحافظوا على لو باتريمون ماروكان ديال لي فواتور، وكنجيب لها كاع قطع الغيار من فرنسا. هذه موهبه عندي تقريبا اكثر من 20 سنه هذه الموهبه، والحمد لله ما عنديش غير هذه السياره، عندي ده سيارات اخرين ديال الكوليكسيون اللي كيبداو من تقريبا من 1933 حتى 1976، والحمد لله كنشاركوا بهم باش نحاولوا نحافظوا على لو باتريمون ماروكان، ونحاولوا نشجعوا الاجيال الصاعده حتى هي باش عاوتاني تكون سيارات اخرين ويحافظوا عليهم ويبقاو في المغرب ان شاء الله، ما يخرجوش لبلاصه اخرى.